بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم لهذه الحصة، وكتعلقنا طبعا بنموذج لامتحان إقليمي طبعا مع التصحيح. أتمنى أن تستفيدوا منها هذا طبعا الموضوع. نعم، نقرأ النص. إذا كان لوباء كورونا العديد من التبعات السلبية المرتبطة بالجانب الصحي والنفسي والاقتصادي، فإن له أوجها إيجابية تتجلى في استحضارها لأمور أصبح المواطنون والمواطنات يفتقرون لها بشكل ملحوظ، وفي مقدمتها التكافل الاجتماعي. ففي زمن كورونا التفت المحسنون والمحسنات إلى الطبقات الهشة والأفراد المعوزين والمعوزات، وقاموا بمبادرات خيرية لدعم الفقراء والمحتاجين في هذه الظروف العصيبة التي نتج عن وباء كورونا. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن المسؤولين والفاعلين كانوا مساهمين في تحقيق بعد إنساني يتجلى في مساعدة المشردين والأفارقة المهاجرين، وتقديم الدعم المادي والإعانات الغذائية. وبشكل إجمالي، فوباء كورونا كان له واقع سلبي أكبر على واجهات متعددة، إلا أن وقعه على واجهة التكافل الاجتماعي كان أكثر إيجابيا، وجعلت الإنسان يسترجع إنسانيته متضامنا ومتصالحا مع الجميع، وحتى مع الذين يختلفون معه، من أجل الحفاظ على استمرارية الحياة وحمايتها بقيم التضامن والتعاون. نعم أبنائي الأعزاء، اقرأوا النص أكثر من طبعا 3 مرات حتى تستوعبوه وتتمثلوه، ثم بعدها تجيبون على الأسئلة. إذا قرأوا النص أكثر من 3 مرات. هل الأسئلة؟ نعم. السؤال الأول، وكيتعلقنا بمجال الرئيس الأول أو القراءة، 20 نقطة. حدد نوعية النص بوضع العلامة نعم في الخانة المناسبة. نعم، هل النص حواري أم سردي؟ طبعا ليس بحواري، ليس سردي، ليس حكاية، وإنما هو يصف لنا، فهو وصفي عفوا تحديد طبعا معنى كلمتين. نعم، حدد خارطة كل كلمة. نعم، عندنا هنايا المعوز. نعم، المعوز فطبعا هو الفقير. المعوز يعني المراد ديالو هو هذيك تسمى خارطة الكلمة، مرادفه الفقير المحتاج. نعم، الفقير. ثم عندنا هنايا نوعها، طبعا المعوز الأحسن نديرها اسم، ضدها الغني. نعم، نقول الغني، نقول الثري، ما نكتبوش بجوج، نكتبها وحدة، الثري. نعم، تركيبها في جملة مفيدة. طبعا الفقير يمد، طبعا المعوز يمد المعوز طبعا يده طلبا للصدقة، يمد المعوز يده تمام طلبا للصدقة. نعم، إذا كاين كل جملة طبعا مفيدة فهي طبعا تعتبر صحيحة. يساعد الغني المعوز بإعطائه طبعا الزكاة. اكتب شبكة المفردات لكلمة وباء. نعم، لكلمات وباء. نعم، وباء هذه الشبكة، شبكة مثلا الوباء. إذا خصنا المستشفى، عندما أقول وباء يعني خصنا التمريض أو الممرضة التمريض، خاصنا مثل الوباء خصو التلقيح، التلقيح، خصنا مثلا الدواء. حنا نديرو غير 3 كلمات طبعا. فكلمة وباء كتوحي لنا الداء، المرض. نعم، إذا ما هي أهم التبعات السلبية المرتبطة بوباء كورونا حسب النص؟ سنبحث عن التبعات السلبية، هي عن في النص.
نعم التبعات، نعم إذا كان وباء كورونا العديد من التبعات السلبية المرتبطة بالجانب أولا الصحي والنفسي والاقتصادي. إذا هذوما الجانب طبعا التبعات تتعلق بالجانب الصحي والنفسي والاقتصادي، هذا هو الجواب ديالنا. هما ندور عليهم كاع، الجانب الصحي والجانب النفسي والجانب الاقتصادي. إذا بالنسبة للسؤال هذا هو، أعتذر، إذا التبعات السلبية المرتبطة بوباء كورونا حسب النص قلنا هي التبعات الصحية، التبعات الصحية، ثم قلنا التبعات النفسية، وحسب النص التبعات الاقتصادية، تأثير على الاقتصاد والتبعات الاقتصادية. نعم هنا سنمر إلى السؤال الموالي، طبعا بعد ما نقدر الورقة. السؤال الموالي يقول لنا رابعا، حدد أهم المبادرات التي اتخذتها الدولة لمواجهة طبعا وباء كورونا حسب النص. نعم طبعا فرجعنا النص، إذا شنو هي المبادرات؟ نقرأ النص على بالنا شنو هي المبادرات التي قامت بها الدولة. نعم مبادرات الكينا، نعم في زمن كورونا الكينا هناك المحسنين، القيام بمبادرات خيرية، القيام بمبادرات طبعا خيرية لدعم الفقراء والمحتاجين في هذه الظروف العصيبة التي يزعم طبعا وباء كورونا، ثم مساعدة المشردين، نعم يا حسن، مساعدة المشردين الأفارقة، هذه طبعا كيتعلق بالمسؤولية، القيام بمساعدة الأفارقة والمهاجرين، وطبعا تقديم الدعم المادي والإعانات، نعم والإعانات. إذا هذا ما يتعلق ب طبعا المبادرات التي طبعا قامت بها. نعم رجعوا للأسئلة، المبادرات التي اتخذتها تم اتخاذها لمواجهة وباء كورونا. إذا قلنا القيام بمبادرات خيرية، اكتبوها، القيام بمبادرات خيرية، نعم لدعم الفقراء، هذا مساعدة المحتاجين والمشردين الأفارقة، المشردين والأفارقة، نعم طبعا وتقديم الدعم والإعانات. هنا ضع علامة أمام الفكرة الرئيسية التي يدور حولها النص، ترك الفئات الهشة في المجتمع تواجه تداعيات كورونا لوحدها، لا، التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع أساس لمواجهة طبعا تداعيات كورونا، نعم هنا التكافل الاجتماعي، جيد التكافل الاجتماعي، التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع يقتصر على الدعم النفسي، لا، يتعلق بالدعم النفسي وطبعا جميع المجالات، جميع، ضع عنوانا مناسبا للنص، نعم النص يتحدث عن كورونا، يتحدث عن التكافل الاجتماعي، نعم قد نقول كورونا والتكافل الاجتماعي، يعني كل ما يتعلق به طبعا الموضوع، نعم هنا سابعا، ضع صحيح أو خطأ أمام القيمة الصحية تروح، فهل النص يعني كيروج لنا قيمة الأنانية؟ خطأ هذا، تضامن، نعم صحيح، تعاون صحيح، العدوانية خطأ، نعم العدوانية طبعا خطأ. ما هو الواجب الإيجابي لوباء كورونا حسب النص؟ نعم ما هو الجانب الإيجابي ديال هاد كورونا؟ نعم نرجع للنص، نعم جعلت، ها هي على واجهة التكنولوجيا أكثر إيجابية، وجعلت الإنسان يسترجع إنسانيته، نعم استرجاع إنسان ومتصالحا مع الجميع طبعا حتى الذين طبعا اختلفوا، إذا استرجاع جعلت الإنسان يسترجع إنسانيته متضامنا ومتصالحا مع الجميع، نعم إذا ها هي الجانب الإيجابي ديالها، جعلت الإنسان يسترجع إنسانيته متضامنا ومتصالحا مع الجميع. إذا هذا بالنسبة للسؤال، أما الأسئلة الموالية، نعم قلنا ممكن نكتبوها، فقلنا جعلت الإنسان يسترجع إنسانيته، جعلت الإنسان
يسترجع، اسمعوا لي التهمة، إنسانيته، جعلته يسترجع إنسانيته ومتضامنا ومتصالحا، حسب النص متضامنا ومتصالحا طبعا مع الجميع، تصالحا مع الجميع. هيا ما كتبناش مزيان غير هنا. غنمشيو دابا هنا لمجال الظواهر اللغوية. ضع كل مفردة في الخانة المناسبة. عندنا مستخرج، قائل، بدأ، مال، كتب. فيه صحيح مهموز. ما معنى صحيح؟ لا طبعا ليس أحد الحروف الأساسية حرف علة، ولكن مهموز عنده الهمزة وبدأ. إذا هنا بدأ فعل معتل، أجوف معتل يعني في أحد الحروف الأساسية حرف علة اللي هي واي، وعاد معتل في الوسط. مال، مال، قال، ساد. اسم فاعل من الثلاثي، قائل أو نعم قائل، نعم هي اسم مفعول بغير الثلاثي على وزن يكون عندنا كنحول المضارع مع إبدال الياء ميم المضمومة وفتح ما قبل الآخر. مستخرج، مستخرجون، نعم. هنا ضع خطان تحت اسم زمان وخطين تحت اسم مكان، نعم، باش نميزو بين اسم زمان واسم مكان. حان موعد أخذ الجرعة الثانية من كورونا، متى هذا موعد؟ إذا ضع خطا تحت اسم زمان، اسم زمان عنديرو له خط واحد. يتم الاحتفاظ باللقاحات الخاصة بكورونا في مستودع، هذا اسم مكان عنديرو له خطين، ضع خطين، نعم. إذا هنا أصل بكل كلمة بوزنها المناسب مما يلي: مدرسة، مفعلة، نعم، منظار، مفعال، هادشي ساهل شوية. هنا عامل، فاعل، جرى، فعل، جرى هي فعل، نعم، جرى، فعل. إذا نمر إلى الجزء الموالي، هو طبعا التراكيب. فالامتحان يشمل جميع طبعا المواد اللي درسناها. حول ما سطر تحته الى مصدر ثم اشكل الجمله. وقف المدير كي يقدم الجائزه للفائز. وقف المدير لتقديم، لتقديم، اذا دي المهمه فنكتب هنا وقف المدير لتقديم الجائزه، لتقديم الجائزه للفائز. حول المصدر المسطر تحته في الجملة إلى فعل مضارع بمناصبه. تمرن أكثر للفوز في السباق. تمرن أكثر كي تفوز، كي تفوز، أو لكي تفوز، نديرها وحدة، لكي تفوز أو لتفوز، لتفوز، لي حرف نصب طبعا، وتعليل تفوز فعل مضارع منصوب بأن مضمر جوازا. هنا أدخل حرف جزم مناسب على الجمل، نعم، أدخل حرف على الجمل، نعم. فهنا تتكاسل عن متابعة، لا تتكاسل، لا تتكاسل عن متابعة التعليم الذاتي طبعا بالمنزل، لا تتكاسل، ولا لم تتكاسل، حتى هي نشكلوا هذه لم تتكاسل، إما نديروا لا أو لم. هنا نحترم طبعا قانون السير، لنحترم، لنحترم، لنحترم قانون السير، نعم. هنايا قال لك ضع كلمة مناسبة في جملتين. عندنا فاك، فيك، فوك. نظف أنت، نظف أنت ماذا؟ فاك، نظف فاك، هذا مفعول بمنصوب طبعا بالألف. أصبح، واش أخاك أم أخيك أم أخوك؟ أصبح ناسخ فعلي. إذا خصنا أخوك يكون اسمها مرفوع بالواو، أخوك مجتهدا، أصبح أخوك مجتهدا. نمر إلى هنا، سل بخط من الكلمة والهمزة المناسبة. همزة قطع، همزة قطع بحال أب، نعم أب، إلى. أما همزة وصل اثنان طبعا، واستخرجي، نعم. ابن وابن معروفة هذه طبعا، متى تكتب بدون ألف؟ يعني إذا كانت بين علامين أو سبقت أداة استفهام أو أداة نداء. كان عبد الوهاب بن منصور، إذا هذا علم وهذا علم تكون محذوفة. فتح الأندلس على يد بن زياد، بن زياد، أعتقد بن زياد، دونك هاي تكتبوها، نكتبوها هنايا، نعاود نكتبوها بن زياد، ضروري من الألف لأن عندنا غير علم واحد. ضع الألف اللينة
المناسبة في آخر كل كلمة مما يلي. هنا مرمى، مرمى. نما ينمو عندها أصلها واو، دونك غتكون ألف ممدودة. نما. عليا قبلها ياء غتكون ممدودة. ثم هدى، نعم. من مور هذا الشيء طلبوا منا الشكل، نعم. قلنا شكلو، شكل الكلمات التي تحتها سطر. رجعوا للنص وشوفوا الكلمات التي تحتها سطر. ما كيهمنا هو طبعا الحركة الأخيرة ديالها في الدرجة الأولى، الكلمات التي طبعا في نهاية تحتها سطر. كاينه إذا كان لوباء كورونا العديد، هذا اسم كان. إذا كان العديد من التبعات لوباء كورونا، إذا العديد اسم كان هيكون مرفوع، نعم. ثم في عندنا إلى الطبقات الهشة والأفراد المعوزين والمعوزات، والمعوزات، نعم. وطبعا من وراها ولم يتوقف، هي خصها تكون يتوقف، ولكن التقاء ساكنين إما حذف فكسر ما سبق، فحرك ما سبق. لم يتوقف، إذا التقى ساكنان يتوقف مع هذين السكون فحرك ما سبق، وكان حرف علة حذفه أحر، نعم. لم يتوقف. ثم عندنا شي كلمة أخرى نسيناها، حيت سطرنا على هذو، نعم. كان أكثر، نعم. كان أكثر، كان أكثر إيجابيا، نعم. هذا بالنسبة طبعا الشكل. ثم قلنا أشكل الجملة المكتوبة بخط غليظ، نعم. أشكل الجملة بخط غليظ. هنا وجعلتي، جعلتي الإنسان يسترجع إنسانيته متضامنا ومتصالحا مع الجميع وحتى مع الذين يختلفون معه من أجل الحفاظ على استمراريتي، نعم. هنا سكون استمراريتي، هنا الشدة في الحياة، وحمايتها بقيم التضامن والتعاون. من مور هذا الشيء شنو غيطلبوا لينا؟ نرى الأسئلة الموالية، نعم. سنرى السؤال الموالي. إذا هنا قالوا لنا المجال ديال الإنشاء، التعبير الكتابي، لا حتى صديقك لا يحتل المبتدأ بالاحتياز لمواجهة وباء كورونا، وخصوصا عدم ارتداء الكمامة، اكتب له رسالة في حدود 8 أسطر، إذا سطر وقت ما نفوتش من الصورة، وتخبره فيها عن مخاطر، إذا مخاطر عدم ارتداء الكمامة على الفرد وعلى الأشخاص المحيطين به، نعم. تحث عن انضباط، إذا ثاني مهمة الحث عن انضباط البروتوكول الصحي المعتمد المؤسسة. إذا أول حاجة لابد من مراعاة تصميم الرسالة، يعني في تحدد التاريخ وتحدد إلى السيد وعناصرها، ملائمة الموضوع، يعني تحدث عن وباء كورونا وطبعا التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا، انسجام هذا وكذلك استعمال علامة الترغيب. سنضعه إن شاء الله موضوعا في علبة الوصف إن شاء الله، بالتوفيق لكم جميعا.